الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى زاد في منه علينا وجعلنا من أمة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر أمة وأول أمة تدخل الجنة، خيرية هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى قال فينا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا تكون الخيرية يا إخواني حبيب الله إلا بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطانا الخيرية لماذا؟ بالوظيفة يا إخواني. الخيرية تأتي بالوظيفة، الاختيار. الله اختارنا ثم كلفنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة. لماذا؟ لأنكم أخرجتم للناس، أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لهذا يا إخواني أحبائي في الله، الله سبحانه وتعالى أكرمنا، نحمد الله كثير. هذه الدنيا دار الامتحان، وعند نهاية الامتحان يعز المرء أو يهان. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا في هذه الدنيا أن جعلنا من خير الناس، من خير الأمم. والله سبحانه وتعالى خرجنا وخصصنا في قلوب العباد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما تخصصت في أشياء، الله خصصها. الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أعطاها يعني مسؤولية الأنبياء. الله سبحانه وتعالى حليم كريم سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقنا وما تركنا هكذا، ولكن بفضله ونعمه سبحانه وتعالى بعث فينا الأنبياء والرسل حتى يبينوا للناس من هو الخالق سبحانه وتعالى. كيف نكون بدون وجود الأنبياء؟ كيف تكون حياتنا؟ ولكن الحياة الحقيقية هي الحياة التي فيها طاعة الله سبحانه وتعالى. بغير طاعة الله سبحانه وتعالى هذه ليست حياة. والله سبحانه وتعالى خالقنا، والله سبحانه وتعالى يعلم سعادتنا. أين سعادتنا؟ الله يعلمه. لهذا يا إخواني أحبائي في الله، الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل حتى يبين لهذا الإنسان المسكين، يبين له سعادته أين موجود. السعادة يا إخواني موجودة في امتثال أوامر الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وليس موجود سعادة. السعادة ليست في الأموال، السعادة ليست في الأموال، السعادة ليست في البيوت، السعادة ليست في السيارات الفخمة. لا بأس تكون هذه الأشياء لكن مع الإيمان. إذا تكون هذه الأشياء مع الإيمان هذا لا بأس، طيب، ولكن هذه الأشياء بدون إيمان يا أخواني لا تتحقق السعادة. لا تجد الإنسان سعيد بدون إيمان يا أخواني، وهذا الإيمان يحتاج لجهد يا أخواني. كما أن جهد الزراعة، الزارع يجتهد للحصول على الزراعة، وكذلك المهندس والطبيب والتجارة تحتاج لجهد، فكذلك الدين يحتاج لجهد. هناك الدين وهناك الجهد للدين. لما جاء الدين في حياة الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا على هذا الدين حتى يبقى الدين في حياة الصحابة رضي الله عنهم، ويبقى الدين في حياة الناس. يا إخواني أحبائي في الله، هذا الدين سهل، هذا الدين سهل. قال أحد الصالحين: إن لهذا الدين حسن وجمال، فأظهروا حسن وجمال هذا الدين. الناس الآن لا تريد الكلام، ولكن الناس تريد الدين. ترى الدين في حياتنا، كيف يأتي الدين في حياتنا؟ العلم موجود، العلم يا إخواني موجود. هذا الشيخ جوجل، تعرفوا الشيخ جوجل في هذا؟ بس شيخ جوجل يطلع الفتاوي ويطلع العلم ويطلع كل شيء. ولكن يا إخواني أحبائي في الله، الناس محتاجة للدين. ترى الدين، الذين الله يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس الذين آمنوا وعلموا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مرة أخوكم في الله عبد العزيز مقيم في إيطاليا، مرة واحد إيطالي دخل في الإسلام من أسبوع، لكن لحيته كبيرة أكبر من لحيتي، فتعجبت قلت: كيف أنت دخلت الآن وهذه اللحية ما شاء الله؟ فقال: أنا من البربوني. بربوني هذا اسم يلقب به ناس
يعيشون في محطة القطار وفي البساتين ويشربون الخمر، والناس تعطيهم تأتي لهم بالأكل البلدية وينامون هناك ولهم دائما مخمرون. فقال معنا واحد عربي، وهؤلاء يجتمعون يعني من العرب ومن العجم ومن النصارى ومن المسلمين ويخمرون في هذه الأماكن الموجودة الآن. فقال كل يوم واحد من المسلمين العرب يحكي لنا، ونحن في البستان في السكر يحكي لنا قصة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال كل يوم يحكي لنا قصة، كل يوم يحكي لنا قصة من قصص الأنبياء. قال فآخر قصة كانت قصة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فطول في هذه القصة 4 أيام، فلما انتهى قال تأثرت بهذا الدين، فقلت يا أخي دينكم دين صحيح، إنه فهم وجاء بسلسلة الأنبياء وما سبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر نبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي دين إلا دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأثر هذا الرجل، هذا الشاب 30 سنة تقريبا، فقال نمشي إلى المسجد مدام دينكم دين. قال إذا تريد أن تبحث عن المسجد وتذهب إلى المسجد. فذهب إلى المسجد فوجدناه من أسبوع. إخواني أحبائي في الله، العلم لا ينقص من هذه الأمة، العلم ينقص من هذه الأمة، العلم لا ينقص من هذه الأمة، العلم موجود في هذه الأمة. واحد ما درس العلم وهو في السكر وهو يحكي ويتكلم، واحد قس إيطالي أسلم بفضل الله، قال أنا أتعجب واحد مسلم ما يصلي وهو يتكلم في الدين ويبين في الدين، وأنا قس قال إذا أريد أتكلم أمام الناس لازم ورق. ما هو السر؟ ما هو السر؟ قال وكذلك النصارى يدخلون في دينكم. يعني كان معي مثل الصديق، يعني كنت أكرمه طمعا فيه. فقال كيف يعني الإيطاليين يدخلون في دينكم وأنتم نحن نفعل بالإكرام ولا تدخلوا للدين؟ قلت يا أخي هذا دينكم دين ميت خلاص انتهى، وديننا دين حي، دينكم كأنكم تتحركون في جثة هامدة، أما ديننا فهو يمشي بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإخواني أحبائي في الله، هذا الدين لا يحتاج للعلم ولا يحتاج للمال ولا يحتاج للجاه، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث آخر الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما فقيرا أميا، حتى لا نتفكر أن الدين يحتاج إلى العلم فقط. بعد الناس يقول لك علم علم علم، لا لا، عمل عمل، علم الطب. لماذا أنا أتعلم علم الطب؟ لأعمل. علم الهندسة للعمل. العلم مقصد من العلم هو العمل. لهذا يا إخواني حبيبي في الله، هذا الدين يمشي بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم. لهذا يا إخواني حبيبي في الله، الله بعث الأنبياء والرسل رحمة بهؤلاء الناس، رحمة بنا، حتى الله سبحانه وتعالى يريد بنا الرحمة، يريد بنا الدخول إلى الجنة، الرجوع إلى ما كنا فيه. الله خلق آدم في الجنة، لولا المعصية أخرجه إبليس منها، لولا الخطأ الذي ارتكب آدم لكنا في الجنة. فالآن نحن هنا في هذه الأرض فقط للامتحان، أما مكاننا هو في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة، كل الأمة ترجع إلى مكانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ تعجب الصحابة، قال إلا الذي لا يريد، إلا الذي أبى هذا لا يريد. قال إلا الذي قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال الذي أطاعني دخل الجنة، والذي عصاني فقد أبى. الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يمشي إلى الجنة، والذي يعصى النبي صلى الله عليه وسلم، من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يمشي إلى النار، ولا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أبى. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فليحذر الذين يخالفون عن أمره.
عن أمر من؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون. الله يحذرنا. الله الخالق سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما في شك. شك في كلام الله ما في. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة في الدنيا أو عذاب في الآخرة. فكيف أحوالنا اليوم؟ كيف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا حسبة له. لا أجر لمن لا حسبة له. الذي لا يحاسب نفسه ماذا فعلت اليوم؟ كم تكلمت مع الناس؟ كم صليت؟ كم من الحسنات؟ كم ماذا فعلت؟ نحاسب. نحن في الدنيا نتحاسب. هذا الشهر أخذت كذا ونحاسب. كذلك في الدين نحاسب. الله رحيم سبحانه وتعالى. السيئة بسيئة والحسنة بعشر أمثالها. المغبون مسكين هو الذي لا يأخذ الحسنات إليه. ومن عمل حسنة وجاء بها يعني يأتي بها ما يتركها هنا. هو عمل حسنات كثير ولكن تركهم في الدنيا. فلهذا يا إخواني في الله هذا مقصد وجودنا يا إخوان شئنا أو أبينا. الله خلقنا لهذا المقصد. الله سبحانه وتعالى خلقنا لهذا المقصد. فلهذا يا إخواني أحبي في الله نطيع الله سبحانه وتعالى ونتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. نتبع هذا النبي الكريم الذي ضحى من أجلنا. كم ضحى؟ كم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن هذه الزيارات وهذه الحركة للدين وهذه الجولة وهذا العمل الناس يظنون أن هذا شيء جديد. وبعض الناس واحد سألني قال عندكم في إيطاليا هذا الجهد للدين الحركة للدين؟ قلت نعم في العالم موجود. عندنا في إيطاليا كذلك عندنا جولة مقامي مثلكم ونعمل بيان مثلكم. في العالم كله موجود هذا. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا. إن هذا لشيء عجاب. أجعلت الآلهة إلها واحدة؟ كم من الناس الآن يقول لك أنت تقول الله وحده والزوجة والشغل. يا أخي الشغل الشغل والزوجة والدكان. قال جعلت الآلهة إلها واحدا. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الصحابة كانوا منتبهين. قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يا إخواني أحبائي في الله صار هذا الدين غريب في هذا الزمن. الصحابة رضي الله عنهم ضحوا خرجوا في سبيل الله. ما خرجوا 40 يوم يا شيخ ولا 4 أشهر يا شيخ. بس ضعفنا يخرجنا بس 40 يوم في سبيل الله. والناس يقولوا من أين أتيتم؟ واحد من الأحباب في إيطاليا مرة قال يا أخي من أين 40 يوم؟ قلت يا أخي. قال الصحابة ما فعلوا 40 يوم. قلت ما شاء الله أنت يظهر عليك أنك تريد يعني تتبع الصحابة. قال نعم نحن نمشي على نهج الصحابة. قلت الصحابة سافحوا الأزواج وقالوا موعدنا الجنة وخرجوا في سبيل الله ما رجعوا إلى الزوجة. حتى وإن سألت الزوجة أين تذهب؟ يقول الله قال فينا كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله أخرج للناس. الناس ليس موجودين فقط في الجزيرة العربية فخرجوا إلى أفريقيا وإلى الهند. كيف كانوا أحوال مصر والمغرب وكيف الهند وكيف الصين؟ في إيطاليا دخلت في إيطاليا والله المساجد الآن صاروا كنائس بسبب نعم صاروا كنائس. لا المساجد الذي بنوا الصحابة الآن صارت كنائس مثل الأندلس. الصور موجودة عندي. مساجد كبيرة الآن والله كأنكم تنظرون.
وكان القرآن من 30 سنة نحن هناك. في الأول كان القرآن فمسحوا، ما بقي إلا شيء في سارية هكذا مكسوب، وهم تركوه عندنا. لماذا؟ لأننا تركنا مقصدنا يا إخوان، تركنا جهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يبعث نبي بعد نبي، رسول بعد رسول لهذه الأمة، ولكن كان الدين يموت بموت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن ما مات الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كان الدين يموت بموت الأنبياء، وما مات الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة، أمانة الدين. غدا يوم القيامة يأتي الكفار، يا رب ما بعثت فينا نبيا ولا رسول، لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا المسؤولية، نحن الذي نجيب. لهذا يا إخواني أحبائي في الله، ضروري يا إخواني كيف نجتهد ونجتمع. كثير من الناس الآن يقول يا أخي الصحابة مثلنا الصحابة. قال مرة الغزالة والسلحفاء، تعرفون السلحفاء؟ نقول الفكرون. الغزالة قالت من يبارزني؟ من يسابقني؟ فكل الحيوانات والأسود والنمور قال ما نقدر. الغزالة لما يأخذها الأسد هي فقط تلتفت، فعند التفاتها تنقص، ولكن إذا ذهبت فلا يمسكها. قالت من يبارزني؟ فما في أحد إلا السلحفاء. قال أنا السلحفاء معروف، مسكين السلحفاء حامل بيته على ظهره ويهز وحده وحط، معروف الغزالة تمشي تطير الغزالة. السلحفاء قال أنا، فكلهم اجتمعوا يضحكون على السلحفاء. يا عم السلحفاء، أتعرف من هذه الغزالة؟ أنت ساحي ولا كيف؟ هذه الغزالة. قال أنا أبارز الغزالة. قالوا طيب، فظنوا أن عنده محرك وعنده رجلين آخرين يقولون. قالوا واحد اثنين ثلاثة بدأ السباق، وصلت الغزالة ورجعت، وعم الفكرون يهز رجله وحط رجله، اجتمعوا ويضحكون عليه. يا عم السلحفاء، الغزالة ذهبت ورجعت. قال إذا ما وصلتها أموت في طريقها، شرف لي أني أمشي في طريق الغزالة، شرف لي. هذه حياة الصحابة، ذهبوا وصلوا، ونحن ولو نمشي خطوة السلحفاء هذا ليس مشكل، ولكن لا تتبعوا السبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال شرف لي أمشي على خطاها، شرف لي أمشي على خطاها، فشرف لنا نمشي على خطى الصحابة. الله يقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. التبديل هذا شيء خطير. التبديل يا أخي هو الذي الآن أدل هذه الأمة. نمشي بالضعف ليس مشكل، نمشي مشية السلحفاء ليس مشكل، ولكن لا نبدل، لا بأس نمشي من هذه الطريق، لا هذه الطريق لا تمشي. هذه إخواني نمشي على هذا النهج. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما مات الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ترك لهذه الأمة. بعد الصحابة خرجوا في العالم 124,000 صحابي يا إخواني، 120,000 صحابي، 114 صحابي كلهم خرجوا في العالم، ما بقي إلا 10,000 في مكة والمدينة مدفونين. ما الذي أخرجهم؟ حلاق النبي صلى الله عليه وسلم أبو لبابة، هو مدفون في تونس في قابس. موجود أهل تونس هنا؟ أين مدفون؟ في قابس، واسمه أبو لبابة الأنصار، وأهل تونس يسمون أبو لبابة، أبو لبابة كثير يسمون أبو لبابة أهل تونس. فهذا حلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لو بقي في المدينة أو في مكة ويعمل حلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الناس تأتي وكم من الأموال. ولكن ذهب من أجل أهل تونس، كان المغرب العرب، كان تونس مع المغرب والجزائر، فذهب هناك. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ ما المقصد؟
وبعدهم التابعين الذي خرجوا إلى الأندلس وإلى إيطاليا. والله المساجد يا أخي حتى ترى عظمة وقوة الصحابة ترى هذه المساجد. ويقول المهندسين بقدر ما هذا البنيان يبقى بقدر ما يزداد ثباتا. سبحان الله. والآن صاروا كنائس. مرة ذهبنا إلى كثير موجود، ذهبنا إلى مسجد صار كنيسة، والكنيسة الآن شيء غريب، ما صاروا الناس يمشوا للكنيسة، فأخذوه متحف. متحف مساجد المسلمين أغلبيتها الآن صار. فذهبنا عند المسؤولين، تدفع 5 أورو وتدخل. قلنا ما هذا، كيف هذا؟ قال هذا كنيسة قديمة. قلنا بل هذا مسجد، هذا مكان الإيمان، مثل هذا موجود، وهذه البوصلة، هذه مكان الإيمان. والله أدنا وعملنا دعاء وأحوالي أخوان، أحوالي يعيش فيها المسلمين الآن، والمسلمين تركوا دينهم الآن. لهذا يا إخواني أحبائي في الله، نحاول يا إخواني أحبائي أن نجتمع ونكون كلمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. ما في فرق بين عربي وعجمي، ما في إلا بالتقوى. لهذا يا إخواني أحبائي في الله، نجتمع ونكون عربا عجما فكر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء، جاء مزاجه مزاج واحد. مزاج النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمزاج الناس، مزاج الرحمة، مزاج الخير، مزاج الابتسامة، مزاج الخدمة، مزاج لا إله إلا الله. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، كم ضرب، كم شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد حتى صار الصحابة مزاجه مزاج النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهم فكر النبي صلى الله عليه وسلم، حزنهم حزن النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى غير أمزجة الناس، فصار مزاجهم مزاج النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاقهم، ابتسامتهم، قيامهم، قعودهم، أكلهم، نومهم، نفسه. حتى يأتي الأعرابي فيدخل فيقول ما عرفت محمد، فيقول أين محمد، أين محمد، فيقول ها أنا. ما يعرفون، لباسهم مثل لباسه وأخلاقهم مثل أخلاقه. فما تغيرت حياته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم يا أخواني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة عجيبة وقعت، أسبوع، قال علماء أسبوع، 5 أيام وقف الفكر للدين، وقفت الدعوة. 5 أسبوع، 5 أيام، 7 أيام وقف الدين، ارتد الناس من الدين، خرج الناس من الدين. مسيلم الكذاب دعا للنبوة، قال أنا نبي. فأبو بكر رضي الله عنه فأخرج الجماعات، الخير في الخروج ليس الخير. فقال عمر هناك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبقى النساء هنا والفرس والروم. فضربه على صدره وقال أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام يا عمر. فأخرج الجماعات عمر، فرجع المرتدين وقتل هذا الكذاب، ورجع العزة ورجع الخير. هذه يا إخواني 7 أيام تركوا الدعوة. كم حياتنا تركنا الدعوة، والآن بيوتنا ليست فيها الدين. الصحابة خرجوا فجاء الدين في العالم، نحن بيوتنا ينقصها الدين. بماذا؟ لأننا تركنا فكر النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم، وجهد النبي صلى الله عليه وسلم. ارتد الناس من 100 سنة، ارتد الناس كثير في الهند فبسبب رجل واحد، الشيخ محمد إلياس رحمة الله عليه، بدأ يتفكر ويبكي أمام الله. فبدأ هذه الجماعات تخرج في سبيل في الهند، فبدأ الناس ترجع إلى الدين. الذين ارتدوا من الدين بدأوا، وبدأ ينادي في العرب حتى بدأ هذا الخير، فعم هذا الخير العالم. الآن أي مكان تجد هذه الجماعة. الله يا إخواني، مرة في إيطاليا كنا خارجين، فواحد قال يا أخي جماعة عرب، عائلة كلهم، أولادهم وزوجتهم كلهم اعتنقوا النصرانية. فذهبنا لننظر ما الأمر. فقال جئتم متأخرين، لهذا يا إخواني أحبائي في الله، كم من الناس الآن محيطين بنا لا يصلي، والذي يصلي بدون دين هذا مشكلة يا إخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
غدا يوم القيامة كلنا نسأل يا إخوان. عندي جاري مسكين ما يصلي وأنا ما تكل، هذا ما كان في حياة الصحابة رضي الله عنهم، هذا ليس موجود في الدين أصلا. الصحابة ما كانوا فقط يتفكرون في الجيران، الصحابة تفكروا في الناس في العالم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين. من أجل هذا نحاول إن شاء الله نجتهد مع بعض في هذا المسجد المبارك، نتعاون مع هؤلاء الأحباب. نحن لا نريد شيء من الأشياء الدنيا، بس نريد رضا الله سبحانه وتعالى. كيف يا إخواني أحباب في الله نلقى الله سبحانه وتعالى؟ لهذا يا إخواني ضروري، كيف يأتي فينا الدين وحقيقة الدين؟ ضروري نضحي، نخرج مدة. الحمد لله الآن عندنا اجتماع بنغلاديش، الحمد لله كثير من الأحباب، يعني من قطر فقط، من قطر 1600 واحد يمشون من قطر. الذي يريد الحمد لله، هذا اجتماع عجيب، يعني تلاقي يعني ناس من العالم كله بإمام واحد يصلي بهم، وبخطيب واحد يصلي بهم، فهذه نعمة كبيرة من الله. فمن مستعد إن شاء الله يعطي وقت لله سبحانه وتعالى؟ لا نصافح الأزواج، بس نمشي مشية الفكرون. 40 يوم هذا مشية الفكرون، 40 يوم جيد. ماذا رأيكم يا أخي؟ أهل تونس أهل الخير معنا في إيطاليا مضحين ما شاء الله، يخرجون في سبيل الله. يقول لك وحدك في الوهرة يا عرب، صحيح؟ صحيح. لهذا نخرج يا أحبابي وإخواني في الله نتعلم هذا الدين المبارك. من مستعد إن شاء الله؟ الله يتقبل إن شاء الله. أربع شهور إن شاء الله. الله السنة. الله يتقبل إن شاء الله. 2018 إن شاء الله. الله يتقبل. أهل تونس إذا قاموا معكم خلاص فتحت، لأنهم فيهم صفة أبو لبابة، لا يريدون شيء. معنا في إيطاليا، والله معنا في إيطاليا عجيبين أهل تونس، إذا يتحركوا للدين خلاص الله يوفقهم. وأهل الباكستان، أين أهل الباكستان؟ موجودين. الله بطان، الله أكبر. بطان هذا ما شاء الله، أنا خرجت في بنو في بطان. بطان ما شاء الله. ماليزيا، الماليزيا كانوا معنا في الهند، 4000 كانوا في اجتماع الهند موجود هذه الأيام قبل شهر. ماليزيا ما شاء الله. مصر جيود الدعوة تعبان فيها صح؟ فين؟ مصر شو؟ مصر موجود جيود الدعوة. موجود؟ موجود يا أخي، قوي الحمد لله. بس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الآن في المغرب لو تذهب للمغرب، تذهب عند المركز الدعوة وتشوف أحباب الدعوة تقول كلها دعوة، ولكن إذا تذهب للأماكن الثانية هذا هناك وهناك. فنحن نختار، حتى في إيطاليا لما تمشي ما تجد، ولكن تبحث تجد كلهم أهل الدعوة، حتى الإيطاليين دخلوا في الدين وصاروا يخرجون في سبيل الله. والله الله يوفقنا. من إن شاء الله 4 أشهر إن شاء الله، من مستعد؟ الله قبول فرمان إن شاء الله. فتان 4 أشهر ضروري إن شاء الله. جولاي بسم الله. 14 الله الله يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله ما شاء الله. شيخ عبد الوهاب يقول كرتي كرتي مرنا هي مرتي مرتي كرنا پوری زندگی پوری عالم مستعدين ان شاء الله. تیار ہے نہیں کرتے کرتے مرنا ہے مرتے مرتے سونا ہے سونا موت کے بعد مشکل ہے ٹھیک ہے ان شاء الله. ٹھیک ہے اللہ يتقبل. تريد نترجم لكم هذا؟ والله اول مره سمعت هذا الكلام في سنه 90 من الشيخ عبد الوهاب بالاردن، وطلبت الترجمه، فالذي ترجم لي قال تزيد 14 والله الآن تريد الترجمة بدون أي شيء. قال الجهد الجهد حتى يأتي الموت، ولما يأتي الموت يزدني في الجهد الدين طول الحياة في العمر، في طول الحياة طول العمر. قال ليس الجهد الجهد للدين حتى يأتي الموت، ولما يأتي الموت يجدني في النوم، إنما الأعمال بالخواتم. قال ليس الجهد الجهد للدين حتى يأتي الموت، ولما يأتي الموت يجدني في النوم. قال موت في بعد مشكلة، قال إذا الإنسان يموت في الغفلة هذا مشكل. الجهد الجهد للدين حتى يأتي الموت، ولما يأتي الموت يجدني في الجهد للدين والفكر للدين والحب للدين.
مستعدين ان شاء الله. اجتماع بنغلاديش احباب ان شاء الله مستعدين. خرجتم ثلاث ايام؟ 12 ايام. ثلاث ايام خرجتم؟ خرجت. طيب ما رايكم اين خرجتم؟ هو من مسجدنا. انتم من هنا؟ من تونس. تسكنون جديد عندنا؟ ما شاء الله. قبلتم متى من تونس؟ جديد عندي اسبوع. الله يتقبل ان شاء الله. طيب ماذا رايكم تخرجون ثلاث ايام هذا الاسبوع ان شاء الله معنا في مركز الدعوه يوم الخميس تاتون وتخرجون ثلاث ايام ان شاء الله. ان شاء الله. يوم الخميس خميس وجمعه وسبت. الحباب يبينوا لكم وتاتون معهم. ناخذ بس نشرب فيه. احنا بلس نشرب الشاي ان شاء الله الحين. نعم. وناخذ التليفون من هم والموبايل. طيب ان شاء الله مستعدين ان شاء الله. تلاقونا هناك وتلاقوا احباب من تونس كثير ما شاء الله. كثير شيخ نور الدين والشيخ عبد الكريم والشيخ محمد والشيخ مراد والشيخ فتحي كلهم موجودين. تتعرفوا عليهم ممكن تلقى اقاربك من اهل الدعوه يعني تتعرفوا معاهم. طيب ان شاء الله مستعدين ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. الحمد لله. كرمكم الله. جزاكم الله خير. جزاك الله خير عم الشيخ. الله يحفظك. شد حيلك شباب وجماعه. شغل الشغل في الطبيعه. يا ليت يا ليت الشباب يا ليت احنا سترين شويه الشيخ. الله يرضى عليك. شيخ منير ديان بعد الصبح. ما بنعرف ديان بعد الصبح. انا عندي استكمال. عندي